وهذا من آداب المجلس، أن من آداب المجلس إذا تحدث المتحدث أن يصغي الناس لكلامه ليسمعوه وليعقلوا عنه ما أراد أن يقول. والمجالس لها آداب، فمن آداب المجالس حسن الكلام وحسن الصمت، فإذا كان الرجل حسن الكلام كما تقدم في آداب الكلام وإيضاحه وبيانه والأناة في إلقائه، فهذا من حسن الكلام. وكذلك من آداب المجلس حسن الاستماع، وهو أن يكون الرجل حسن الكلام إذا تكلم، حسن الاستماع للمتكلم، فيجمع بين خصلتين عظيمتين، وهي حسن الخطاب وحسن الاستماع. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس، فإنه لا يحسن الاستماع، إذا تكلم المتكلم تشاغل عنه، وإذا تكلم لم يراعي أيضا آداب الحديث، فقد يتكلم مع غيره وقد يقطع كلام غيره قبل أن يفرغ منه. فهذه من الآداب التي ينبغي لأهل المجالس أن يراعوها، وهو أن يكون الرجل حسن الكلام إذا تكلم، حسن الإصغاء، حسن الاستماع للمتكلم. والرجل إذا كان بهذه الخصال أحبه الناس، لأنه يتأدب معهم، إذا تكلموا أنصت لكلامهم، وإذا تكلم أحسن في كلامه وقوله. إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام. هنا قيد المصنف أن الحديث الذي يستمع له ويصغى له هو الذي خلا من المعاصي والحرام، أما إذا كان الحديث من الحرام فإنه لا يصغى له ولا يستمع إليه. ولهذا فرق العلماء بين الاستماع والسماع، فالإنسان ينوي بقلبه أن لا يستمع للحرام. ولهذا مما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا جلس في مجلس يقرأ فيه كتاب وتتلى فيه الروايات فكان يصغي للحديث، فإذا مرت أحاديث فيها طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع إصبعيه في أذنيه لا يستمع لهذه الأحاديث التي فيها طعن في الصحابة، أي يعرض عنها. فالحديث الذي ينصت له هو الذي ليس بحرام، وعندما نقول ليس بحرام يشمل في هذا، يشمل هذا المشروع من الواجب والمستحب، ويشمل المباح الذي ليس بحرام، فإن الكلام المباح لا يعرض عنه وإنما يستمع له، لأنه قد تكون فيه فوائد دنيوية، وقد يكون المتحدث أراد مقصدا شرعيا بحديثه ولو كان مباحا فينصت له، أما الحرام فإنه لا ينصت له. وإذا طرق سمع المستمع، طرق سمع السامع من غير قصد الاستماع فإنه لا يضره، مثل من مر في طريق فسمع أصواتا محرمة فإنه لا يضره ذلك حتى يستمع. ففرق بين السماع والاستماع.